أكثر مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا على شبكة الإنترنت، إذ يتجاوز عدد مستخدميه 110 ملايين شخص من كافة أرجاء العالم. وفي مصر تحول هذا الموقع الشهير إلى ساحة للسجال السياسي بين الحكومة والمعارضة. الهروب إلى عالم افتراضي أم التواجد في باحة الحرية بلا قيود؟ يظل الجدل يتجدد في مصر حول أهمية دور المعارضة الإلكترونية عبر الفيسبوك، خاصة مع تعدد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية مثل الغلاء وتفشي الفساد وارتفاع معدل العنوسة. كل ذلك دفع بالألاف إلى الفيسبوك للتعبير عن المعاناة حينا والرأي حينا آخر. لكن الحكومة المصرية بدت أيضا على استعداد للمواجهة مع المعارضة الإلكترونية التي تزايدت انتقاداتها، فهل يشعر الحزب الحاكم بضيق من حدة الهجوم على خطط التنمية التي تعلن عنها الحكومة؟ إذن قر وفر بين الحكومة والمعارضة الإلكترونية عبر الفيسبوك، لكن مراقبين يتوقعون استمرار أمد المعركة داخل الشبكة العنكبوتية. وقد وصل عدد مستخدمي الفيسبوك في مصر إلى حوالي 1.5 مليون مستخدم حتى يونيو حزيران الماضي. يمثل الشباب من سن 14 عاما وحتى 34 حوالي 90% من هؤلاء المستخدمين. ويمثل مستخدم الفيسبوك بالنسبة للعدد الكلي لمستخدمي الانترنت في مصر حوالي 14%. أنا عن نفسي من هواة الدخول على الفيسبوك، لكن السؤال الذي يراود الكثيرين مثلي، هل يمكن لتباين الآراء أن تنتقل من الشبكة العنكبوتية إلى الشارع؟ سؤال تزداد صعوبته، فلا تزال نسبة الأمية في مصر 50%.